خريجي الحوامض بالمغرب ونائب أول لرئيس جمعية المستقبل لاستغلال مياه سقي مشروع الغردان. الإخوان الفلاحة منتج الحوامض بشكل عام والفلاحة منتج الحوامض المستفيدين من مشروع إنقاذ الغردان. هذا المشروع اللي انطلق ميدانيا سنة 2009 واللي عطى الانطلاقة ديالو الرسمية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا المشروع قبل ميلاده كانت جمعية منتج الحوامض هي من دبرت الملف، وتأسست جمعية المستقبل وساهمنا بأن يكون الانخراط، لأن المشروع كان مرتبطا باكتتاب 10,000 هكتار ودفع 8,000 درهم للهكتار ليدخل هذا المشروع في إطار مشاريع عمومية خصوصية بارتناريا بيبليك بريفي. وأعطي التدبير المفوض لشركة أمانسوس، ومن طبيعة الحال تحت إشراف وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ممثلة في وكالة الأحواض المائية. هذه السنة مع الأسف مؤخرا تفاجأنا باتخاذ قرار مجحف في حق المستفيدين من المشروع. هذا القرار الذي جاء فيه يعني أنه خفض حصة الهكتار إلى 70%، أن يبقى حصة الثلث يعني 33% هي الهكتار. هذا القرار اللي جاء أولا في واحد الظرفية اللي هي جد جد صعبة، لأن الشجرة هي واحد المولود اللي كيبدا مرحلة الرضاعة منذ جنبه وكيبقى وكتعطيه الأكل والشرب والتغذية وصل مرحلة النضج وهو مقبل على مرحلة المخاض بعد شهرين أو 3 شهور، ونجيو وناخدو هذا القرار في حقه أننا نقصو ليه الحصة ديالو في الظرفية الحساسة في فصل الصيف على أساس أن نخصص ما يفوق 20 مليون متر مكعب حوالي ربما 23 أو 26 إلى الماء الشروب لمدينة أكادير، تبقى احتياطا من هنا إلى شهر 10 لتزود أكادير إلى غاية شهر يونيو في انتظار انطلاق مشروع تحلية البحر. نحن كمنتجين الحوامض وكجمعية لسنا ضد الماء الشرب، ولكن ليس على حساب تدمير قطاع اقتصادي مهم يعني يشكل 45% من إنتاج المنطقة السجن الحوامض، يضم أكبر معامل التلفيف في المغرب، يشغل ما يشغل من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في ضخ العملة الصعبة. وهذا يأتي في ظرفية أننا مرينا من موسمين صعبين سواء على مستوى التسويق وعلى مستوى الإنتاج. إذا كجمعية لمنتجي الحوامض، كما قلت نحن لسنا ضد تزويد أكادير بالمياه، ولكن يجب ترشيد تزويد أكادير بالماء الصالح للشرب. أتذكر وعشت في طنجة 93-94 لما كان كيجي ليها الماء من جديد عبر البواخر، وكان كيعطى الماء من 4 الصباح حتى 7 الصباح، ودبر أمرك في حصتك اليومية بالماء. هكذا يجب الآن أن نتعامل مع أكادير من مشروع القردان، ونحافظ على التوازن بين الحفاظ على المنتوج ديالنا والحفاظ على الماء الشرب، آملين أن ينعم علينا الله سبحانه وتعالى بأمطار ورعدات في هذه الصيف لتعود الأمور إلى حالها الطبيعي. لحل مشاكل الشرب كيبان بأن الحل أن اليوم ملينا كنشوفوا في المغرب بأن في ما كان شي مشكل كيمشيو المياه السدود، كما عندنا في سوس سواء سد يوسف التشفين سواء سد عبد المومن سواء سد
باولوز اليوم وهذا السد اللي حنا في هذا الصيف الا كانت عندنا 4000 متر مكعب للهكتار او عندنا 40000 الحوض كاملا ل 10 هكتار، فخصنا كنعرفوا ان كنستثمروا 4000 متر مكعب للهكتار بان تقريبا ما بين 15 و 20% تستغل في هذه الفتره اللي هي كتبدا من شهر يونيو الى غايه شتنبر. اذا حنا بغينا هذه الحصه ديال الفتره ناخذوها ونرفعوا السقف اللي اتفق عليه 13 مليون متر مكعب الى 18 20 مليون متر مكعب باش هذا الانتاج نحافظوا عليه. والا الشتاء ما كايناش العام الجاي خو البراج، من الاول نهزوا يدينا ماشي اللي وجدنا واحد الانتاج تروح المرحله ونهرسوه. هذا شيء غير معقول. بغيت نذكر السنه الماضيه هنا في بركان وقع المشكل واتصلوا بالاخوان بركان وطلبت لقاء مع السيد العامل وتوجهت لبركان وعقدنا اجتماع واتخذ قرار بان نحافظ على الحواميد واتخذ قرار ما بين السلطات وما بين الوكاله وما بين المدير الجوي للفلاحه بان توقيف يعني الفلاحه الموسميه في هذه الفتره مثل البطراف مثل البطاطيس الى غير ان توقفت هذه الفتره لانقاذ موسم الحواميد. اذا حتى اليوم هذا الموسم حنا بغينا ننقذوه ديال الحواميد، والى خوا البراج في اكتوبر وما بقاش ديك الساعه راه كنحجزو دينا من بدايه الموسم. اذا حنا كجمعيه متحملين مسؤوليتنا ويدنا في يد جمعيه المستقبل وسنطرق جميع الابواب انطلاقا من المستوى المحلي وبعد ذلك يمكن نمشيو على المستوى المركزي لان الفلاحه العمود الفقري للاقتصاد الوطني. والدال على ذلك هذه الفتره في فتره هذه الجائحه بان الفلاحه والانتاج الفلاحي في المغرب هو من ساعد كثيرا في نجاح هذا الحجر الصحي بوفرة المنتوجات الغذائية وخاصة نحن في شهر رمضان. إذا مرة أخرى لا بد أن نتابع الحوار ثم الحوار ثم الحوار. حقوقنا سندافع عنها إلى آخر رمق، وأتمنى أن تكون لنا آذانا صاغية. ونشكر المسؤولين على جميع القطاعات اللي هما حاسين بهذا الشيء ديالنا، ولكن الإحساس خصو يتزاد مع شيء ما من التفعيل، لأن بهذا القرار راكم كتقضيو على منتوج ديال الموسم ديال المنطقة. وختاما اللهم ارفع عنا هذا الوباء وانصر الفلاح الأول لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وعيدكم مبارك وسعيد.